مع قدوم عيد الأضحى المبارك من كل عام، تكتظ السوق الشعبية في محافظة الجوف كغيرها من المحافظات اليمنية بأنواع المواشي والمتسوقين لشراء أضاحي العيد، لكن القدرة الشرائية للمواطنين هذا العام أقل بكثير أمام الارتفاع المخيف في أسعار المواشي التي وصل فيها سعر الأضحية الواحدة إلى أكثر من 70,000 ريال. الذي يريد أن يأخذ أضحية 70-80 ألف ما تدي له كبش، وظروف الناس صعبة. البعض يفكر أنه يستغني عن الأضحية بسبب الغلاء. يقول هؤلاء المتسوقون إن تكلفة الحياة باهظة هنا، ولا خيارات لديهم لتجاوز الظروف القاسية التي يغرقون في دوائر جفافها كل يوم، لا سيما في ظل شحة الدخل اليومي وانقطاع المرتبات التي من شأنها التخفيف من أعباء احتياجاتهم ومواجهة متطلبات العيد. يصعب عليهم استقبال هذا العيد المبارك، عيد الأضحى، بأي أضحية لهم بسبب انعدام الرواتب وكذلك سبب غلاء الأسعار وغلاء الأضاحي. لم تعد أضحية العيد ممكنة وسهلة المنال، لقد بلغت تكاليف شرائها مستويات غير معهودة فضلا عن تكاليف نقلها من مناطق بعيدة. تقول هذه المرأة القادمة لغرض بيع مواشيها إن أسبابا كثيرة أدت إلى ارتفاع أسعار الأضحية، من بينها انهيار العملة المحلية إضافة إلى استجلابها لهذه المواشي من مناطق ريدة وحرف سفيان عمران البعيدة من هنا، وهو ما يترتب عليها من أجور ونفقات تحتم عليها بيعها بسعر مضاعف. بسبب أن احنا نسير نديها من محافظة ثانية، من محافظة عمران، من عمران، من ريدة، من حرف سفيان، ونجيبها إلى هنا نشتري لها علف ونشتري لها كدمة ونشتري لها حب، وغليت يعني غليت على هذا الأجارات والأسعار. يقترب العيد أو يكاد إذن، وكثير من الأسر في محافظة الجوف لم تتمكن من شراء أضحية العيد هذه المرة لأسباب تفوق قدرة الناس الشرائية، ولعلها الصورة الأكثر وضوحا لواقع معيشي يتجرع فيه المواطنون ويلات الفقر والحرب معا، ولا ملامح فيه لاستقرار الحياة ولا العيد. العيد على الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.